ليليان خليل من مصر من القاهرة. سلام المسيح. سلام المسيح. ليليان أنت متجوزة وعندك أم لصبي ولا بنت. إيه؟ وصلتي من بعد كذا سنة زواج وتضحية وتعب وولاد وحلم ومستقبل حاطتيه قدامك، وصلتي لطلاق أو إشراف الطلاق، ما بعرف. خبرينا كيف كانت عائلتك، شو المقاسي اللي مرقتي فيها بعائلتك؟ أوكي. طبعا أنا مبسوطة كتير أن أنا بشارك الاختبار ده، وبصلي في قلبي أن هو يكون بركة لناس كتير. أمين. بتسمعه، وبركة لستات وبنات كتير. أنا اتجوزت جواز صالونات اللي هو تقليدية. بي وبي جوزي هم بيعرفوا بعض، هم أصحاب ورفقات مع بعض. ومن خلال هيدا الشيء، من خلال حب بي لجوزي، أنا ارتبطت بهيدا الشخص. وكانت الخطوبة كلها منيحة، وشخص يعني كلها حب وهيك، ما كان في اشياء بشعة كتير بتبان. عدت الفترة كلها حب وهيام وكلام حلو، وكل شيء بشع بان أول ما تزوجنا. وكانت هيدي هي المفاجأة التططا. فكان الموضوع مختلف كتير. الشخص المفروض كان بيحب وبيقول كلام كتير منيح بطل. الشخص المفروض كان بيدعم ويقول رح نكون مع بعض. أكتر شيء كنت بسمعه مش رح نكون مثل العالم. بعد فترة من الزواج بيقولوا الزواج هيدا ما إله لازمة، هيدي يعني بتتعودي، هيدا روتين، هيدا شيء ممل. فإحنا كنا بنتفق هيك بالخطوبة. لما تزوجنا صار نفس الشيء بيصير، صار الروتين، صار الملل، صار الطبيعة بتبان، كل شيء جمال راح، وابتدت الأشياء اللي مش منيحة هي اللي بتبان. فكان بالنسبة لي صدمة كبيرة، بالنسبة لي صدمة كبيرة إن أحكي مع زوجي يكون بيتعصب علي، يكون بيسب، يكون مثلا عنده استعداد إن هو يكون يعني لو في مشكلة ممكن نتخاصم لمدة أسبوع 10 أيام. ما في مشكلة، عادي، هيدا الشيء طبيعي. وطبعا الكبرياء في هيدا الشيء بيبان كتير، لان ما بده يتنازل، ما بده ان هو يحكي شيء. حتى لو انا رحت كمان ما كان بيكون في تواضع. طبعا جبنا بنت، وهيدي البنت مع الوقت ابتدت تشوف الخناقات والمشاكل والمصايب دي قدام الطفله، وابتدت تشوف صوت عياط، وابتدت تشوف صريخ، وتشوف بابا بيترك البيت ويفل. فهيدا الشيء كان كتير شيء بشع بالحياة. وكنت طول الوقت ساعات كتير بصلي، وكان نفسي بيتي يكون البيت اللي أنا بشوفه، البيوت اللي كنت بشوفها حولي، البيوت اللي فيها إيمان، فيها ترابط، فيها شيء منيح. كل هيدا كنت بحاول أنفسه بالبيت، بس ما كان بيصير، كأنه مثل حلم ما بيتحقق أبدا. كنت كلمة حتى روح أحكيه كان يتعصب أكتر، والأمور تصير للأسوأ، وكانت المشاكل بتزيد أكتر. وطبعا كل واحد كان منا بيروح يحكي لأهله شو المصيبة اللي إجت على راسه من هيدا الشغلة. هيدا المشكلة الكبيرة كتير. خلاص. كتير. فطبعا كل واحد بيهمه كمان اللي إله. نعم. إن كيف هي بتصير تتأذى، كيف هي بيصير هيك، هيدا الاختيار الغلط، يا ريتك ما كنت اخترتي. فما بيصير حتى الكلام يكون بيبني. بس يعني الحياة كانت الكيرف بتاعها بالنازل. الحقيقة البيت كان حياته بالنازل، كنا بس بنبان من برا وقت عزيمة، وقت سهرة، وقت على العيلة مروح، نروح مثلا بالعيد هيك بنبين منظرنا منيح كتير. بس البيت كان بيحاول يشد بحاله. نعم. وما كان بيمشي. نمتي باكي انت وبقلب بيت جوزك؟ كتير. خبرينا. كتير كتير اشياء فيها كلام صعب، كلام بيجرح، كلام حتى لما بتيجي تواجه بيه شريك حياتك يقولك انا ما عملت هيدا الشغله، انا ماني متذكر هيدا الشيء، انت عم تعمل هيدا الشيء بخيالاتك. فهيدا الشيء كان كتير بيأثر فيا، ان ازاي انا يعني ماليش لازمه، حتى الكلام اللي هو بيقوله ما فيش منه شيء. فكنت حتى اقول له اوكي انا اسفه، انت بدك تقول شيء؟ كان يقول لا ما بدي.
فانا ما بدي انام هون، بدي اتركلك البيت، بدي اطلع لبرا. فهيدا الشيء كان كثير بيخليني اسال ليش بيصير بالبيت هيك، ليش الوجع والتعب اللي بالبيت. وليش خدتي قرار بدك تطلقي؟ وصلنا لمرحلة هو كان بيقول لي روحي وين ما بدك على الكنيسة، بدك تروحي تروحي، ما بدك تروحي خلاص. كان التفاهم مع بعض مش موجود، كان احنا اثنين موجودين مع بعض في بيت واحد مش موجود طول الوقت، ما في نقطة تواصل نتلاقى فيها. فأنا جريت على أمي وقلت لها هيدا الشخص من الصعب، من المستحيل أنه يتغير، فأنا بدي أكون بنفصل عنه. هيدا كان كتير كلمة يعني صعبة الحقيقة في حياتي. سؤال، أولادك كيف كانوا عم بيربوا وكنتي أنت تعبانة؟ كيف كانوا عم بيشوفوا أنه بين وأمهم مزعوجين ما في حياة، وانت كنت عارفة انه عم بياخدوا شيء بشع؟ شو كنت تحسي؟ شو كنت تقولي انه هول الولاد شو مصيرهم؟ انا كان عندي بنتي بس، فكنت دايما بشوف ان البنت كمان حنونة وعطوفة، فهي ما كانتش بتعرف تروح لمين، يعني بمين بدها ترمي حالها وتقول ما عليه. فكان الشيء يعني هيدا الشيء بيأثر فيها كتير، ان هو هتشوف الاتنين مشوهين، فكان معظم الوقت بتخاف اول ما تسمع صوت عالي، كانت تترعب كتير، كانت تيجي وقت تقول خلاص ما حدا يعيط على حدا. فكنت انا بشوف ان البنت مش تطلع تربيه سويه، يعني مش راح يكون، كنت بطلع على المستقبل شوي، ان لو فتحت بيت راح يكون هيدا الشيء موجود معها، نفس الشيء موجود. ما رحتي عند اطباء نفسيه؟ ما رحتي عند اشخاص تخلصي بيتك؟ ما حدا قدر يساعدك بشيء؟ ما حكيتي مع اهليته لزوجك؟ طرق بشريه التجأتي لألا تتخلصي حالك ومشكلتك؟ الحقيقه عملت هيك. اول شيء حكيت مع امي، وامي كانت بتشجعني، هي كانت مؤمنه بالمسيح، وكانت بتشجعني ان بالصلاه هي هيقدر يكمل هيك. الناس بشريه كنت كثير بعرف، وقعت في كام جوره هيك، ان انا بحكي لهم بلاقيني بنزل لتحت اكثر، يعني كل ما البشع بيصير بشع اكثر، بروح لزوجي ما بشوفه منيح ابدا بالمره، بيكون يعني بدي خلاص بدي اخلص منه. كمان رحت مره لخوري عشان احكي معه ان هو يجي يشوف صرفه بهيدا الراجل او الزلمه اللي موجود معي بالبيت. ما وصلتي لحل ابدا ابدا. اخر قرار لك انك كنتي انت وامك صليتوا، بس انت قررتي انك تطلقي، مستحيل انه جوزك يزبط. صح. هلا بنرجع معك ومنكفي القصه نحن وياكي، بعد ما نسمع شهاده كمان تاني بدنا نسميها، الاخ شريف خليل كمان من مصر ومن القاهره. بنعطيه الميكرو اذا بتريدي. سلام المسيح. سلام أخ شريف خليل. بشكر الرب من اجل فرصه عظيمه اشهد عن مجده، اشهد عن ان هو اله حي ومازال يغير ومازال يتواصل مع الناس ويقدر يفتح أحضاره للناس كلها. وأنا زي ما الكتاب المقدس بيقول حيث زادت الخطية كسرت النعمة فعلا. فأنا كيف كنت عايش حياتك؟ أنا كنت عايش في يعتبر في الوحل، كل شيء ضد الله أنا كنت بعمله، كنت عايش في كذب، كنت عايش في سرقة، كنت عايش في سكر، كنت بدخن، كنت بعمل أمور كلها بشعة، يعني حتى الناس اللي حواليا ما كانش تقدر تعاشرني، ما كانش تقدر تصادقني. كنت عنيف جدا، كنت شخص يعني شيء بشع 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 بمعنى كلمة بشع، يعني حتى أشوف الشر فين واروح له، وأفضل أعمل أي شيء يخدب الله أو يخدب ويكسر قلب الله. فده اللي كنت بمر فيه في حياتي قبل كمان قبل الارتباط بفترة طويلة. كنت طبعا بقعد مع اصدقاء سوء كتير، وكنا بنشرب لغايه لما كنا بنسكر كمان. يعني انا عايز اشهد ان في وقت من الاوقات احنا رحت انا ورفقاتي، كنا بنقعد كل يوم سبت كاصحاب ورفقه مع بعض، كنا بنشرب لغايه لما كنا بنسكر، ولما بنسكر بنعمل اشر من الشر. ففي وقت من الاوقات ده اثرت فيا وفي قلبي. كنت مع رفيقي قال لي انا عندي فرح حد قريبنا، كان يوم الحد، فانا بدي تيجي معايا الفرح. قلت له ما عنديش مانع نروح الفرح مع بعض، بس قبليها شويه نتقصدر ونتفسح
ونروح مع بعض الكنيسة يعني الفرح. فشربنا طبعا لغاية لما وصلت أنا لحالة السكر نهائيا، ودخلت الكنيسة في اليوم دوت وسلمت على الناس، وكنت في قمة الاستهزاء يعني، زي ما الكتاب بيقول الخمرة مسكرة ومستهزئة، كنت بسلم على الناس وبتمسخر على الناس. بعد ما خلصت الفرح وطلعت بس صراحة بالإذن، بالإذن خيي شريف، أنت تسكر وتروح كنيسة يعني أنت كنت مؤمن؟ لا كنت تصلي؟ أنا كنت متدين مزيف. كيف؟ فسني يعني كيف كنت متدين مزيف؟ يعني ببان قدام الناس منيح، لكن بعد ما أخلص الكنيسة وبعد ما أخلص كل الممارسات الدينية بعمل كل شيء ضد الله وكل شيء أشر. أنت كنت عارف أنه بوقتها أنك كنت متدين؟ كنت بحسب حالي أن أنا برضى الله، أن أنا بعمل كل الأمور اللي هو بده إياها، يعني بحضر كنيسة، بدفع عشوري، بحضر اجتماعات روحية، بعمل أعمال رحمة، يعني عايز إيه أتقيه وعايز أرضيه بس من خلال أعمالي. أعمالي يعني أنت رجل بتروح على الكنيسة بتصلي بتعمل شو مطلوب منك؟ مظبوط. من واجبات بدنا نسميها؟ مظبوط. بس عم تعيش هذا وقت بعيش على زوجي، وكان كمان الحالة كان كل شوية عمال السوق أكتر. نعم. كل شوية عمال أنحدر في الوحل يعني، لغاية لما كان الرب يسوع كان بيحوطني يعني، كان كنت كل شوية أسمع صوت، يعني من ضمن الأصوات اللي أنا سمعتها على مدى حياتي كان يقول لي أنت مش للعالم، أنت مش للعالم، أنت ليا، أنت ضمن أولادي. فبقول له أنا يا رب أنا بعمل لك كل شيء أنت بترضيه. قال لي الأشياء اللي أنت بتعملها دي كلها من غير ما تسلم قلبك ليا مصيرك جهنم. كفي لي أكثر. أوه. يعني اللي بيشرب أيوه. يعني وبيتعطى مخدرات أيوه. بيكون معشره كله سيء فعلا، واللي بيتعطى مخدرات بيكون هم عصبي غضبان عنيد، عنده معشره جو وذوقه، وهذا الشيء بيؤدي انك تحلل كل شيء، يعني الغايه تبرر الوسيله. يمكن هذا الشيء بدك مصروف مادي، هذا الشيء يمكن في خصلات بشعه. انا كنت مثلا عندي كثير خصلات، انا شلحت بقوه السلاح تجاره بالمخدرات، كنت اسرق، زورت شيكات، عملي مزوره، وهلو ما جرى يعني ما بتذكرن كلهم. ولكن انت شو كان عندك هيك عادات سيئه يعني مخبيها؟ يعني انا كنت بشرب المخدرات، وكنت بسافر بلاد لغايه لما بشرب مخدرات، ولما بشرب مخدرات طبعا من خلالها بعمل امور بشعه كتير. يعني في من ضمن الامور اللي هي كانت في حياتي ان انا بتعارك مع الناس كلها، بعمل مشاكل مع الناس كلها، يعني اكون سبب ازعاج للناس، حتى اقرب الاقارب ليا. ان شريف دلوقتي دخل عندنا وضفنا وكده، يبقى احنا انا لازم اجيب مشكله، جايب من خلال معارك، من خلال سرقه، كنت حتى بمد ايدي بسرق وانا مش عايز وانا مش محتاج. يعني حالتي الماديه نشكر الله عليها، بس في غريزه جواتي بملك ما في الغير، يعني ما في ايده اخده شريف، من غير ما اي شيء. اخ شريف عندي سؤال لك، انت مش متجوز؟ متجوز؟ هلا منشوف اذا متجوز. هلا منشوف.